طلبت مني فيديو عن الحواجب. الحواجب مرت بدولاب الهواء بالعصور الفاتت، اجت فترة كانت مرغوبة انه تكون مدورة، بعدين صارت رفيعة كلش، بعدين صارت ثخينة كلش، وهسا وصلنا حال وسط. واخيرا شاركوني بحلقتي اليوم عن الحواجب، اي شكل يناسب اي وجه، وطريقتي برسم الحواجب. قبل ما نبدأ رجاء نسوي الاشتراك ولايك للفيديو، وشوفوا فيديوهاتي السابقة عن المكياج. أريد أشرح لكم بطريقة كلش مبسطة عن أي شكل حواجب يناسب أي شكل وجه. أبسط طريقة أقدر أشرح لكم إياها هي أنه إذا وجهك طويل أنصحكم تسوون الحواجب شوية عدلة بدون الرفعة، وإذا وجهكم شوية مدور فتحتاجون هاي الرفعة. شغلة ثانية أريدكم تخلوها ببالكم رجاء أنه الزوايا كلش ما حلوة. الحواجب هي طبيعة ما لها خطوط، ما بيها خط مستقيم أو مثلث، فخلوا الزوايا تكون شوية مدورة حتى شكلها طبيعي أكثر. وأخيرا بالنسبة للشكل الحواجب اللي هو بالنسبة لي أعتبره كلش نو، الحواجب المدورة. لحد هسه أشوف واي نساء حواجبهم مدورة، إيه هيك صايرة، يعني إحنا نسميها الماكدونالدز آرتش، ماكو هاي مال الأم. فهاي كلش مودة قديمة بصراحة، كانت دارجة بالأربعينات، يمكن حتى من العشرينات، قبل 100 سنة. الشيب مال الحواجب الدارج هسه صار من نوع الطبيعي أكثر. الحواجب عادة عندها نقطة، أعلى نقطة وأسفل نقطة، فأعلى نقطة عادة تكون حوالين نص العين أو باتجاه الزاوية الخارجة من العين، يعني بين النص ونهاية العين، وأدنى نقطة عادة تكون عند الخشم، عند الأنف. فشلون نحن نرسم الحواجب؟ الشيب مع الحواجب يعتمد على الشيب الوجه. أمين الشغلة ضروري جدا تخلوها ببالكم أنه الحواجب ما متساويين، فعادي كلش أنه حاجب شكله مختلف عن الشكل الحاجب الثاني، واحد يكون أعلى من الثاني، أثخن من الثاني، هاي كلش عادي، لا تخافون. وأنصحكم إذا أنتم مبتدئين ما تحاولون توازنوها. مرات أشوف زبايني حواجبهم كلش مختلفة، بحيث يعني واحد الحاجب هنا صاير والثاني نازل لهنا. أكبر نصيحة أريد أعطيكم إياها، don't worry too much، لأنها كلش طبيعي. شنو راح تحتاجون؟ تحتاجون قلم تحديد الحواجب، تحتاجون فرشة الحواجب أو مشط، وإذا حواجبكم لونها تختلف فرق عن لون شعركم فأنصحكم تشترون eyebrow gel ملون، وبوماد أو powder مع الحواجب. طبعا ما تحتاجون كل هاي المواد. فأول خطوة أنصحكم إياها تنشفون المنطقة. إذا بشرتكم دهنية كلش أنصحكم تخلون setting powder وحتى تمتص كل الدهون. إذا حاطين مرطب أو فاونديشن همينا هاي النقطة راح تفيدكم كلش. ثانيا نمشط الحواجب، حاولوا تمشطوها بالاتجاه اللي تريدون الحواجب تقعد. إذا عندكم شعرات طالعة جديدة فلقطوها، شيلوها بالمقاش. بالنسبة للحواجب ماتي راح أبقيها تقريبا على نفس الشيب الأصلي مالتهم، بس هذا الشعر مدى يطلع عندي فأريد أرسمه خط عدل وأبقي هذا المستوى العالي وأنزله. لما تنزلون الحاجب أنصحكم ما تنزلوا بهذا الاتجاه باتجاه العين، وإنما تأخذوه للخارج، لأنه إذا حتنزلوه إلى داخل العين أولا مودة قديمة، بس ثانيا يكبر، وثالثا يصغر أو يضيق منطقة العين. فأحنا نريد دائما نوسع العين. بالنسبة إلي أنا مرتاحة للمستوى العالي، أتصور يناسب الشيب مال وجهي همينة. مثل ما قلت لكم لو أريد أسوي وجهي يبين أطول كان أخلي القمة مال الحواجب شوية أقرب، تقريبا فوق نص العين، يعني لما أباوع قبل أخلي أعلى نقطة هنا بدل ما هي هنا مثل ما تشوفون. وإذا أريد أعرض وجهي راح أحاول أرسمه على خط إيهيج، يعني أخلي أرسم لكم إياه.
تشوفون هذا عريض وما بي قمة، يعني القمة مالته تقريبا نفس مستوى بداية الحاجب. فهذا الشكل راح ينطي عرض للوجه. خليني امسحه وارجع لكم واراويكم بالمرة اذا نريد نطول الوجه. كان رسمته القمة هنا، هاي صوفيا لورن كانت تيجي ترسم الحاجب مالتها شوية صاعدة لحد ما صار عمرها بالاربعينات وغيرت. شفتوا هذا شلون ينطي اطالة للوجه؟ فاذا اللي وجهها مدور هذا الشيء راح يناسبك. خليني امسحه مجن وارجع لكم. زين مثل ما قلت لكم اني الحاجب مالتي راح ابقي تقريبا نفس الشكل، احاول املي الفراغات واثخنها شوية. راح استعمل لون اغمق من لون اللي استعمله عادة حتى يبين الكاميرا احسن. بالنسبة لي راح ارسم النقطة بمكان وين العين تنتهي، وهنا اللون الملون وين الجزء الملون مال العين ينتهي. هاي اريد القمة ما تكون هناك نقطة فوق وشوية نقطة اللي جوا. هسه راح ابدا نرسم. بالنسبة لي اني احب ان ابدا من جوا، حاول امشي خط بدل ما يكون خط عدل. يعني انا شايفة فيديوهات يقولوا لك جيبي مسطرة او كريدت كارد حتى مرت ورسمي خط، يعني بيسكلي هي شيء حتى ترسمين خط عدل، بس بالواقع الحواجب مالتنا مو خط عدل، يو نو، لانه اكو عظم هنا. فشوية اسوي هنا نزلة وصاعدة. هنا النقطة اللي حطيتها اللي اريدها يكون اعلى شيء بالنسبة للحواجب الجوانية، وراح انزل امشيها مثل ما قلت لكم نطلعها للخارج. هسه من فوق ابدا من اعلى نقطة للخارج. اوكي، بدل ما ابدا من جوا لفوق راح ابدا من فوق لجوا. بالنسبة لي انا احس هيك بهاي الطريقة راح اسيطر على الرسم اكثر. وهسه نجيبه من المقدمة للنقطة. خلي اسوي الحاجب الثاني وارجع لكم. من وين نبدا الحواجب؟ اذا نحاول نضعف الخشم فرسموا اقرب على الخشم. اذا دارسين تجميل او تعرفون احد دارس تجميل غالبا ما يقولوا لك لازم تبدا الحواجب نهايه الهاي مال الخشم نوستريل. كل واحد العرض مال الخشم مالته يختلف، فاذا طبقناها على كل وحده فقسم منا حواجبنا ما راح تبدا لهنا. هسه انا بالنسبه لي مثلا هنا يلا كان تبدا حواجبي. فاذا تطين كل هاي منطقه فراغ من هنا لهنا والله يعني كل فراغ، شنو راح يصير؟ راح يعرض هاي المنطقة هنا، فراح يعرض خشمي، فراح يبين خشمي عريض أكثر. بينما إذا تجيبوها شوية لقدام أقرب على عظم الخشم راح يضيق هاي المنطقة، فمعناته راح يضيق الخشم. الحواجب اللي قريبة على الخشم أجيب قلم اللب مالت الرفيقة وأرسمها رسم. لازم القلم هيك بهاي لازمه زينه وضغطوا بس من جوا ورفعوا، يعني ما ترسمون الخط من جوا لفوق هيك لا، اوكي، لان هذا راح يبين ثخين، يعني الخط راح يصير اثخن من ثخن الشعر الطبيعي. فضغطوا من جوا وصعدوا، بس من جوا وصعدوا. بس نجي نمليه. اذا تحبون باودر او تحبون البوماد طبعا كلش 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 همنا مسموح تستعملون اي شادو. الاي شادو اذا ماتش ما بي لمعه كلش يناسب للحواجب همنا، فمو شرط تروحون تشترون شغلات جديده اذا ما عندكم اياها. راح استعمل برشة انجلد براش، يعني هي شي تكون اليوم راح استعمل باودر. الحلو بالانجلد براش هي انه تقدرون تلزموها هي شي وتضغطون فوق شلون سوينا ويا القلم، وهاي راح تمليها بطريقة طبيعية بدون ما يبين الحاجب كلش مرسوم. ستشوفون شوية هوسة هنا صايرة ما مرتبة، لا تخافوا من هذا الشيء لأنه راح ننظفها قريبا ويا الكونسيلر. هسه اجا وقت التنظيف. حجيب فلات براش مثل هاي شوية مدورة حتى تساعدني بالرسم همينة. أخليها بالكونسيلر فكلش قليل ما نحتاج هواية أبدا.
جيبي البرشة مسحيها فوق خط شكد ما تحالين، تقدرين تسوي عدل على حسب الشيب مال الحاجب سويه ونزليه. وكل ما تسويه نظفيه، اخذي تيشو مسحي البرشة حتى ما يطلع وصلك القصة. وهسه من جوا همين نسوي نفس الشي. نسوي دمج ويا اصبعنا حتى الكونسيلر يندمج يا اما ويا الفاونديشن يا اما ويا البشره مالتكم اذا ما حاطين فاونديشن، ونظفوا باي مكان يحتاج تنظيف. تاكدوا انه دائما تنظفون البرشه ورا كل تنظيف. واخيرا اذا عندكم شعرات طويله عنيده تحب تروح بكل مكان، انصحكم تستعملون الايبراو جيل. وهمنا إذا شعركم لونه يختلف عن شعر الحاجب، همنا أنصحكم تشترون جل مال الحواجب باللون اللي يناسب. وهاي على كيفكم وياه حتى الايبراو جل ما يصعد على الجلد. وهاي رسم الحواجب بخطوات مبسطة. ذكروا شكل الوجه مالتكم ويا شكل الحاجب اللي يناسبكم، و تذكروا انه مو شرط تشترون كل هاي المواد. اذا عندكم اي شادو باللون اللي يناسب لون الحاجب مالتكم كلش راح يفيد. بس رجاء مشطوا الحواجب، امتصوا اذا اكو اي دهون امتصوها بباودر باف باي شيء عندكم حتى لو بتيشو. حاولوا ترسموها بدون زوايا. اذا تحبون تقصفون الخشم فابدوا الحاجب شوية اقرب عن اضم الخشم، لا تبدون بي وين ما ينتهي النوستريل. والحاجب وين ينتهي هو اذا تجيبون براش تخلوها دياغونال من نص الحلق باتجاه الخشم وللخارج، هاي النقطة هي اللي تقدر تنتهي الحاجب بيها. فاذا تحبون لما تخلون النقط فوق وجوا تقدرون تخلون نقطة انتهاء. تحاولوا رسموا الشعرات حتى تبين الحواجب شكلها طبيعي اكثر. إذا شعر الحاجب مالتكم لونه يختلف عن شعركم، استعملوا eyebrow gel حتى يصبغ الشعرات ويبقيها ثابتة همينة، خاصة إذا تحب تروح تصعد فوق وجوا. وبالأخير نظفوا إما بفاونديشن أو كونسيلر إذا عندكم إياها. وبالأخير امزجوا الكونسيلر ويا القصة حتى ما يبين. إن شاء الله عجبتكم هاي الحلقة واستفدتوا منها. وإذا عندكم أي سؤال رجاء تركوا لي جوا. تابعوا صفحتي الفيسبوك باسم peri.makeup، راح أخليها بالدسكريبشن. تقدرون هم تراسلوني مباشرة، تسألوني أسئلة، تعطوني اقتراحات عن فيديوهات أو أشكال عندكم إياها ويا الميكب. ولا تنسوا تسووا لي اشتراك بقناتي وسووا لي لايك لهاي الفيديو، حطوا الجرس حتى يدق عندكم لما أنزل فيديو جديد، وشوفوا فيديوهاتي السابقة إن شاء الله تفيدكم. أشكركم للمتابعة وإن شاء الله أشوفكم بفيديو ثاني.